اخذ العينات بشكل عشوائي على مستوى الجمهوريه كلها لضمان الصحه والمنتجات والمخططات اللي طالعه مخططات طرفيه، وزاره البيئه ايضا ووزاره الري والموارد المائيه في ميه النيل بياخد طبعا عينات بحيث ان هم يطمئنوا على جوده المياه اللي موجوده. والحمد لله رب العالمين تعالى كل العينات الحياه يعني توافقت كل الجهات الفنيه مطابقه للمواصفات وما فيهاش مشكله. النهارده كمان وجودنا على ارض الواقع يعني تم زياره بعض محطات المياه لان الوضع فيها مطمئن جدا للمياه الحياه الحمد لله بتكون مستقره. وبرضه يمكن في زيارتنا هنا للمستشفى حتى يعني استغرب جدا بنتعرض على يعني وسائل التواصل الاجتماعي ونوع من انواع تشويه الصوره الحقيقيه فعلا للواقع اللي موجود. احنا بندعو اي حد قبل يعني ما يكتب كلمه يعني يتواصل مع الناس حتى هنا اللي موجودين في اسوان او لو يقدر يعمل زياره نفسه في مصر على المستشفيات ويتفقد يعني نتحرى الصحه في المعلومه طبعا قبل ما يتم اجراها بشكل واضح. المره الثانيه بحيي حضراتكم سعيد بكم.